وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الرياضي أستاذ أيمن إبراهيم. بعد التحية أستاذ أيمن، كيف ترى فرص المنتخب الوطني في مباراة اليوم أمام نظيره السنغالية؟ أهلا بكم، أهلا بكل المستمعين. هي مباراة بالتأكيد قوية، يعني بين منتخبين كمان هيلعبوا مع بعض تصفيات كأس العالم. نعم. العالم كله منتظر المباراة دي، العالم كله منتظر الصراع ما بين ساديو ماني وما بين محمد صلاح. بالتأكيد رقميا منتخب السنغال في البطولة قد يكون متفوق على منتخب مصر فيما يخص الجانب الهجومي، ولكن منتخب مصر دفاعيا واقف على رجله. نتمنى ان شاء الله ان منتخب مصر واللاعبين يكونوا في حالتهم، خصوصا الناحية البدنية بعد المباريات الكبيرة اللي لعبوها الفترة الأخيرة في زمن قليل، وان شاء الله التوفيق يكون حليف لمنتخب مصر. اكيد التوفيق، كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني. برايك ما هي الطريقه الامثل التي يواجه بها المنتخب الوطني نظيره السنغالي؟ يعني نفس الطريقه اللي لعبنا بها امام منتخب الكاميرون. اهم حاجه يبقى في تنظيم فيما يخص التعامل مع الجبهه اليسرى لمنتخب السنغال، خصوصا تحركات ساديو ماني كمان اللي بتبقى بالعمق، وان هو بيتطرف ساعات ناحيه الشمال وبيكسر بشكل كبير للعمق، سواء بيعمل اسيستات او هو نفسه بيسجل، جايب 3 اهداف في البطوله حتى الان. هي الجبهه اليسرى عندهم هي الابرز، ولكن هم عندهم بعض المشاكل الدفاعيه، رغم ان من يحرس المرمى هو افضل حارس في العالم وافضل حارس في اوروبا ادوار مندي حارس تشيلسي، وكمان قائد الفريق المدافع كوليبالي، ولكن في بعض الاوقات بتظهر عندهم مشاكل دفاعيه. ان شاء الله سرعات محمد صلاح وعمر مرموش يتعاملوا مع الموقف ده ونقدر نسجل باذن الله. استاذ ايمن، في ظل الغيابات الكثيره بين لاعيبه المنتخب الوطني، برايك كيف يتغلب كارلوس كيروش على هذه الغيابات التي يعاني منها المنتخب الوطني اليوم في مباراه اليوم، وهي مباراه حاسمه مثل ما بنقول يعني؟ هو تعامل بشكل جيد مع الغيابات في المباريات الاخيره. محمد عبد المنعم لما شارك في الجانب الدفاعي كان مميز جدا، ويعني سبحان الله هو بيشارك كبديل لعب بعد ما خد مكانه فجأة بعد ما الونش رجع اللي هو الأساسي. حجازي للأسف أصيب، فكان هو جاهز مع الونش وقدمه مباراة جيدة المباراة الماضية. هو الغائب الوحيد يعتبر عن المباراة حتى الآن المؤكد بغيابه عمر كمال عبد الواحد في الجانب الأيمن، وبديله واضح من المباراة الأخيرة هو إمام عاشور لما نزل في الدقائق اللي لعبها في مباراة الكاميرون، فكان واضح ان كيروش هيعتمد عليه في الجانب الايمن. نتمنى، احنا ما نعرفش حاله عمرو السوليه، ما فيش اي اخبار تخصه، فبالتالي احنا بنتعامل ان عمرو السوليه سليم، وبالتالي ما فيش اي مشاكل في الجزء ده. محمد ابو جبل بيقدم بطوله قويه جدا، وحتى الان برضه هو سليم وما فيش فيه اي مشاكل، وبالتالي هو اللي موجود كحارس مرمى. اخيرا، توقعاتك لنتيجه مباراه اليوم؟ نتمنى مصر تكسب 1-0. نتمنى ذلك. نتمنى أكيد. الناقد الرياضي الأستاذ أيمن إبراهيم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا نرصد لكم تاريخ مواجهات المنتخب الوطني ونظيره السنغالية من خلال العرض التالي.